ثأر فريق نادي الكهرباء العراقي الهزيمة السابقة أمام الوحدات الأردني في دور الذهاب بكأس الاتحاد الآسيوي، وتمكن من الفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الإياب التي جرت بينهما على ملعب البصرة الدولي. وسجل الكهرباء هدف التقدم في الشوط الأول من المباراة وعزز النتيجة بتسجيل هدفين في شوط المباراة الثاني، فيما قلص الضيوف النتيجة بتسجيلهم هدفا في الشوط الثاني. طبعا صرحنا قبل المباراة اليوم ان 3 نقاط هي مفصلية بالنسبة لنا، ممكن تعطف بينا بان اذا فقدناهم في خارج الحسابات ممكن لا نرجع بقوة للمنافسة. ما يقدمه فريق الكهرباء بلاعبي بادارته شيء جيد، يعني كأنما جاي نصنع تاريخ للنادي. تعرف فريق الوحدات فريق محترم، فريق يمتلك عدد كبير من لاعبين المنتخب، فريق متمرس، بطل دوري الموسم اللي مضى، لكن الحمد لله اليوم كنا بالموعد، كنا حاضرين ذهنيا، كنا اقوياء. اليوم كان لا حل الا الضغط العالي بدايه المباراه، لان فريق الوحدات يمكن يكون مدافعين مهاريين يطلعون يخرجون بالكره بشكل ممتاز. صراحه المباراه كانت مهمه بالنسبه لنا، كنا المباراه السابقه خسرنا مباراه الذهاب، كان علينا رد الدين. صراحه فريقنا فريق جيد، اليوم قدم مباراه جيده، صح لنا فرص عديده. فريق الوحدات فريق قوي صراحه، لكن اليوم كان في اصرار وعزيمه من كان من القائد التدريبي، الاداره، الدعم المتواصل، لان اللاعبين اثبتوا وجودهم اللي احنا متواجدين الحمد لله، ورقم صعب ان شاء الله. احنا طبعا من بدايه من خلصت مباراه مال اربيل احنا فكرنا بهاي المباراه ان شاء الله 3 نقاط ماكو غيرها، وان شاء الله الحمد لله وشكر ردنا حققنا. مباراه صعبه، فريق الوحدات فريق قوي من مرشح البطوله. انا اشكر زملاء اللاعبين على هاي الروحيه، مثل ما تعرف انه ضغط المباريات يعني صعب حتى انه تتمرن، لكن الحمد لله والشكر نطوي يعني صفحه البطوله، وعندنا مباراه خلال 3 ايام مال الدوري، وان شاء الله نعدلها بافضل اداء. الحمد لله، مبروك نادي الكهرباء، يمكن مثل العراق مبروك 3 نقاط مهمه امام فريق منافس يمكن على البطوله، وفريق الوحدات فريق محترم منظم. كابتن في حقيقه انه فريق مرهق، صح مرهق، احنا تعرف احنا كل يوم الثالث سفر ومباراه، يمكن صعبه بالعراق، خاصه بالعراق انت تنتقل يعني سياره مو مثل طياره، يعني تصير جهد اقل. الحمد لله، يمكن انا شفتك صباح تفائلت، دائما اسئلتك تحفيزيه، يمكن انتم لكم دور الاعلام بتحفيزنا، يمكن من البارحه حسيت انه اعطيتونا طاقه ايجابيه اهل البصره والاعلاميين، الحمد لله يمكن ما خيبنا ظن الجمهور الجاي. طوال دقائق المباراه كان فريقنا مركز، قدرنا نسوي نحصل الرده 3 نقاط، يمكن خلتنا الان في صداره المجموعه، ومو بس على نادي الكهرباء، هو حتى على المنتخبات الوطنيه الحمد لله والشكر، عندنا هيك ملعب بارضيه بكل شيء فيه. ان شاء الله يصير هيك ملاعب بغداد والمحافظات البقيه ان شاء الله.